مرة بياسين يعني من نموذج اللاعب الملتزم في الملاعب المصرية، ويكفي شهادة الراحل المايسترو صالح سليم انه قال عليه ده اللاعب الوحيد اللي يصلح للاحتراف في الخارج. ربيع ياسين يعني بدأ من تحت وطلع مثل الصاروخ على فوق على طول، يعني نجم معنى الكلمة. رغم انه كان بيلعب برجل اليمين، كان انما ابرز ظهير ايسر في تاريخ مصر على الاطلاق. وانا شفته من البدايات لما كان بيلعب في بني سويف وجه في مهرجان مع النادي الاهلي، تاني يوم كان في النادي الاهلي. ربيع ياسين نموذج للاعب الملتزم في الملاعب وخارج الملعب، ده عشان كده هو لازم يكون نموذج ناجح كمان في التدريب، لانه بيعطي خبراته وثقافته الكروية والتربوية والدينية للنشء. يعني هو أنا شايف إنه ظلم مع منتخب الشباب أو الناشئين في ظروف يعني استثنائية جدا، لكن ربيع ياسين أنا بقول إن هو موهبة كروية بدأت من البداية مبكرة جدا. كان أبرز لاعب في منتخب مصر 1990 مع جنرال الجوري، واستطاع ان هو يعني في مباراة تاريخية قدام منتخب هولندا انه يكون ند لخولت وفان باستن اللي كانوا بيتبادلوا عليه اللعب في الجبهة الشمال. ورغم ان هما يعني فان باستن نجح انه يهدف، لكن طبعا ربيع كان مميز جدا، ورغم انه كان صغير السن في الوقت ده انما كان مميز جدا واستطاع ان هو يثبت وجوده كلاعب محترف. ترجم معنى الاحتراف مبكر جدا، رغم انه ما لعبش بره خالص. فانا بقول كابتن ربيع انت يعني تشرف اي حد ونموذج للاعب الملتزم ومثال لاي نشأة طالع جديد. يعني كان ربيع ياسين ادهشني حقيقه خطواته السريعة جدا، يعني كان لسه جاي من بني سويف، وعلى طول على طول على طول تلاقيه طالع زي الصاروخ ومميز جدا، وله يعني لمسات ومباريات مؤثرة مثل هدفه في مرمى الزمالك. فطبعا يعني أنا بقول إن ربيع موهبة متكاملة، وانا يعني طبعا صداقتنا مستمره الحمد لله، وهو يشرف. يعني انا قلت من البدايه ان هو نموذج لاي نشء طالع، يعني نموذج لاي نشء طالع ان هو يتعلم منه ازاي يبقى يحرك موهبته للامام. هتعلى ايه على كلام فتاح؟ طبعا ده اخويا العزيز وصديقي، وانا قلت ان جران المسي حضرتك هو اول من كرمني واداني احسن لاعب في مصر. فاكر انت منشط من المنشطات اللي كتب عليك في جورنال؟ طبعا الكابتن صالح سليم الله يرحمه كتب. كابتن كتب في جورنال الاهرام، كنا عندنا ماتش في دمياط، فوجئت اللعيبه تقول لي ده الكابتن صالح كتب عليك النهارده بالخط العريض في الاهرام الوحيد الذي يصل للاحتراف في مصر. ربع سنين في جورنال الاهرام عندك الجورنال ده؟ يعني اكيد مش محتفظ بيه اكيد، ولا نسيته في كتير جدا في الفاشن. كتير اللي اتكتب عليه كتير جدا، فصعب مع مرور الزمن والاوقات والحاجات. نعم. انما انا بعتذرش كده، انا غير كده انا يعني كابتن صالح، اصله كابتن صالح فنان كبير ولاعب كبير ونجم كبير، وكان شايف الالتزام. انا كان في ميزه ان انا كنت عايش حياه المحترف، قفلت على نفسي. نعم. ما كانش في احتراق لك، عشان كده نجحت. نوم بميعاد، اكل بميعاد، تمرين بميعاد، كنت جنب الاستراحه الصبح قبل التمرين. فاكر حياتك الاستراحه كانت موجود وحياتك، واخر واحد امشي. وفي نفس الوقت الاستشفى، كان الاستشفى ده بدائي، انك تقعد في مغطس عادي، انك كنت انا بقى جبت مدلك وقعدوا معايا وافضل، يعني قصدي كنت عايش حياه المحترفين بكل الاسباب، كل ده في وقت هو. فانا بشكر الاستاذ سامي وكتر خيره، وده كلام يعني محترم جدا، انا بشكره يعني على كلامه الكبير اللي عليا، ربنا يبارك فيها.